إذا نشوفوا وضعية ثالثة اللي تتقول لنا: تزوج شاب من شابة وبنت عمتها وبنت خالتها. تزوج واحد الشاب ببنت وبنت عمتها وبنت خالتها، هو جائز ولا غير جائز؟ يلا اش بان لكم؟ إذا الحكم الشرعي هنايا أنه جائز، جائز. والتعليل، التعليل لأن الممنوع هو أن تجمع بين الأختين أو أن تجمع بين المرأة وعمتها أو وخالتها أو وأمها أو وجدتها، هادو هما اللي محرم أنه يتزوج بهم، وهو أنه يجمع بين الأختين أو بينها وعمتها أو بينها وخالتها أو وأمها أو وجدتها. أما بنت عمتها، بنت خالتها، بنت هذيك، ما كاين حتى شي مشكل يجمع بيناتهم، بمعنى يتزوجهم بجوجهم أو يتزوجهم بثلاثة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.